إذا لو كان عندي هلا مش كونفير بيلت، عندي مصعد، عندي مصعد هون هذا 13 شخص الريتنج تبعته، والشخص احنا بنعتبره 75 كيلو جرام. هلا الكاونتر ويت، الماس تبعت الكاونتر ويت، في عندي كار فاضي وفي عندي كاونتر ويت. عادة القانون بيقول انه الكاونتر ويت بيكون بيساوي الماس تبعت الكار، فبلغيها، بلغي الماس تبعت الكار وبضيف عليها فاكتور راح اسميه بيتا من وزن الباسنجرز. يعني هلا بالحاله هاي مثلا عندي هون بيتا بهذا المصعد المثالي اللي انا معطيه هي 0.45. اذا راح يكون الكاونتر ويت اتقل من الكار ب 45% من وزن الباسنجرز. بس قديش وزن الباسنجرز؟ الباسنجرز 13 بي، الماس تبعت الباسنجرز 13 ب 75 كيلو جرام، مضبوط؟ هي شو بتطلع معنا؟ 975. قديش طلعت معك؟ 975. 970 75 كيلو جرام. اذا رح يكون عندي الكاونتر ويت هلا هو الكاونتر ويت رح يكون بيساوي الكار زائد بيتا في الباسنجرز، فالفرق بين الكاونتر ويت والكار رح يكون بيتا باسنجرز اللي هي 970 75 مضروب بها في 45%. قديش؟ 438.75 كيلو جرام. إذا عندي هذا وزنه رح يكون الكار زائد 438.75، وهاي وزنها هي وزن الكار. هلا شو أسوأ حالة رح تكون عندي؟ لما فل، تمام، مش لما يكون فاضي. لما يكون فاضي قديش الفرق بين الوزنين؟ 438.75. طب لما هذا يكون فل قديش رح يكون محطوط فيه؟ لا فل 970 75. اذا شو أسوأ حالة الان عندي؟ لما تكون الكار فل ونازل نزول، مش هيك؟ لما تكون الكار فل ونازل نزول قديش الكار اتقل من الكاونتر ويت رح تكون؟ هذا الرقم زائد ناقص هذا، مضبوط، اللي هي 55% مش 45%، مضبوط. اذا اطرح لي 975، اذا يعني الماس اوت اوف بالانس اللي هي بتقابل هدول هلا قديش بتساوي؟ 970 75 كيلو جرام ناقص 438.75 اللي هي قديش تطلع؟ 536.25 كيلو جرام. اذا هي ماس. ايش احنا بدنا؟ ساين ثيتا قديش هون ثيتا؟ تسعين، مش هيك؟ هذا فساين 90 واحد، لانه انا كل الطاقه عماله بتروح عندي هون. في عندي هون في الحاله هاي 2.5 متر بالثانيه، وانا ماخذ الافشنسي هون بعتبرها انها 67%. يعني هون ماخذ الافشنسي هاي ايتا ريفرس تساوي 67%. الماس اوت اوف بالانس عندي 536.25 كيلو جرام. ايش؟ طب بدي ثيتا بتساوي 90. اذا هلا هيك بنقدر نحسب الباور، مش هيك؟ ام في جي، نعتبر جي 10، فبصير عندي الباور تبعت الريزستر بتساوي 0.67، هاي الافشنسي، في 536 تقريبا مضروبه في 2.5 في 10 لجي، ايش طلع عندي؟ خلص بس، مش هيك؟ وساين 90 اللي هو واحد. شوف لي هاي قديش تطلع؟ 8714. ليش انا طالع معي 4400؟ في نص، ايش النص؟ اوكي، النص انا باخذها هون كديوتي سايكل، انه هو بس نص الوقت بكون اون ونص الوقت اوف، اوكي؟ واضح؟ فاحنا هون ماخذين بعين الاعتبار انه هو راح اوقف فتره وراح امشي فتره، اوقف فتره وامشي فتره، فالديوتي سايكل هون 50%، فبقدر الان انزل بي ار نص في هذا الرقم اللي هو 8914، بتطلع حوالي 4500 و4400. وقت بدي الاقي لها ريزستر 4.5. انا ما بعرفش اذا حاطط هون داتا شيتس لبعض ريزستر.
لا مش موجود هون، موجود في على الموقع اظن انا بنزل لكم داتا شيت، بدك تروح من الداتا شيت تختار ريزيسترز مناسبه تعمل بريك.